مشاكسات الرجل والمرأة في الحضارة المصرية القديمة. ست، الست في الحضارة المصرية هي ست الدار، هي أخته. الحضارة المصرية ادت المرأة ما لم تعطيه لها أي حضارة تانية مناظرة ليها أو تالية ليها حتى على المدى القريب. الحضارة المصرية عملت الست كما لم تعامل من قبل. تخيلوا حضراتكم إن الست في الحضارة المصرية أول تمثال لقيناه بهيئة آدمية كاملة، وتمثال الأمومة. ففكرة الأم والأمومة عند المصري القديم هي الأساس. إيزيس لما المصري يتكلم على الوفاء، على المعزة، على المحبة، على الفداء، على كل شيء، حطه في شخص امرأة. حتى إن إيزيس لما احتدم الصراع ما بين أخوها وابنها فرقت بينهم، لا هان عليها أخوها ولا هان عليها ابنها. تخيلين حضراتكم الحضارة المصرية عملت الست إزاي؟ عملتها كأخت للزوج. هنا حتة أخت للزوج دي بقى لطيفة شوية، لأن البعض بيتلخبط ويقول لك إيه، المصريين كانوا بيتجوزوا إخواتهم. لا يا إخوانا، ما حصلش ده. بيحصل في القصر الملكي بس لأسباب العرش ويبقى بشروط محددة. لكن لغاية النهاردة إحنا عندنا في أحيائنا الشعبية لما الواحدة جوزها بيموت عمرها ما تقول يا حبيبي يا جوزي، تقول يا حبيبي يا أخويا، لأنها بتعتبر أن العلاقة النفسية الحسية بينها وبين زوجها تماثل علاقتها بأخيها. العلاقة الجسدية قد تصل إلى مرحلة تتوقف، ولكن بيفضل العلاقة الحسية ما بين الطرفين. علشان كده الحضارة المصرية القديمة من بداية التاريخ عاملت المرأة معاملة شريك المجتمع، لدرجة إن 2500 قبل الميلاد أو 2550 قبل الميلاد تقريبا، إذا قربنا التواريخ بتاعتنا هنقدر نتكلم على واحدة كانت بتورث لأولادها. خلوا حضراتكم بتكلم 2550 قبل الميلاد، واحده بتورث، واحد من ولادها بيقول انا كانت امي بتحبني اكتر من اخواتي، عشان كده ادتني اكتر من اللي بياخدوه اخواتي، او فضلتني على اخواتي في الميراث. شوفوا الهنا اللي احنا باينه فيه. يعني الحضاره المصريه بتدي الست، بتدي لابنها. على فكره كلمه ست هي ست بالهيروغليفي، وسي يعني سي، عشان كده عندنا جمله بنضحك دلوقتي ونعتبرها من الخيال العلمي دلوقتي، كان المصري حريص عليها جدا، لكن غالبا المصري الحديث شويه مش حريص عليها قوي. جيت سي جير ست، يتكلم الراجل تسكت الست. طبعا دلوقتي العكس تماما هو اللي بيحصل في مجتمعنا. الحضاره المصريه كمان عملت الست على انها حرمه. طبعا احنا لو قال لك انت حرمه يا ساتر هنمسك في خناق الراجل. حرمتي وهي كلمه حمى، وفي اللغه العربيه حمى البيت حرمته. لغايه النهارده حضرتك او حضرتك لو رايح ضيف على مكان، اول حاجه بتتعمل انه بيقفل جزء من الشقه اللي فيها الستات جوه، ما ينفعش انك تدخل لان المكان ده محرم عليك، فحمة البيت حرمته. الست في الحضاره المصريه كان ليها مكانه كبيره جدا، وعلشان كده كانت في حاله من اول ما بتتولد البنت لغايه ما بتكبر، لغايه ما بتتجوز، لغايه ما بتخلف، لغايه كان المصري القديم حريص على تنشئتها التنشئه العظيمه. وعلشان كده كان يقول على مراته ايه؟ نبت بر ست الدار، ميريت اف حبيبته، سنت اف اخته، وكان ولاده منها كان يحب البنات جدا المصري، على عكس البعض ما بيصور. بص اي مجتمع في الدنيا هو يرغب في الولد لان الولد بيكون عضد وواسطة، لكن البنت عند المصري القديم ما كانش في اي مشكله، بل بالعكس ان المصري القديم لما قال الدم يتنقل ما بين في العرش، ينقل الدم عن طريق الانثى، لان هي اللي حامله الدم الملك، هي اللي شايله الدم، هي اللي تقدر انها تنقل الدم بشكل كبير. علشان كده بنلاقي ان المصري القديم لما كان بيصل لبعض المراحل اللي الحكم بيجده مغلق قدامه كان ينقل الحكم على طول لواحده ست. ميريت نيت في الاسره الاولى، خنتكاوس في الاسره الرابعه، نيت قرتي في الاسره السادسه، سوبك نيفلو في الاسره 12، حتشبسوت وعظمه حتشبسوت في الاسره 18، احلى راجل في الدنيا او احلى ست في الدنيا لبست ملابس الرجال، تاوسرت في نهايه الاسره ال 19. هنقف دلوقتي كده، المره الجايه بقى نتكلم على الست لما هتتجوز ايه حقوقها وايه واجباتها اتجاه زوجها.